هاي محلة جديدة من هاديا سينوس وورد وهي مجازين. اليوم بدي أخبركم عن موضة ملاحظة إنها طاغية كتير لهالموسم وهي جلد. جلد عم نشوفه عند أهم دور الأزياء من أهم العواصم من نيويورك، لندن، ميلان، باريس، وبنلاحظ كيف كل دار أزياء وكل ماركة ركزت على الجلد بطريقتها الخاصة فيها والهوية تبعيتها. بس لكن فينا نقول انه الجلد وجاكيت الجلد بالتحديد بيرجع تاريخها لفترات كتير قديمة، خاصة ل 1928 وقتها كان احدى المصممين كان يصمم جاكيتات خاصة للبايكرز. ب 1928 البايكر جاكيت كان تحت اسم بيرفكتو، وبسنة 1954 وقت الممثل مارلين براندو لبس الجاكيت مع الزيبر البايكر جاكيت بفيلم ذا وايلد وان، وقتها أخذ سكسي كتير وأصبحت جاكيت البايكر من إحدى الجاكيتات الكلاسيكية يلي صارت تقطع من فترة لفترة، وخاصة بفترة السبعينات وقت فترة الروك اند رول، والثمانينات وقت البونك روك بنلاحظ رجوع الكبير للجلد وبالتحديد البايكر جاكيت. بس لكن من موسم لموسم بنلاحظ دور الازياء والماركات ركزوا كمان على الجاكيتات الجلد، بس لكن كل واحد صار يشوف الجاكيت على طريقته الخاصه فيه، وخاصه هالموسم بنلاحظ انه جاكيتات الجلد متنوعه من جاكيتات البايكر جاكيت، يا اما البايكر جاكيت المبالغ فيها، يا اما البليزر الجلد، يا اما البليزر الجلد الطويله. بنلاحظ انه الجاكيتات والموديلات على الجلد بنلاحظ هالسنه راجعه كثير، وكمان فيني اخبركم انه فستان الجلد بعده لحد اليوم بينعاد من التايمليس بيسز وفينا نعتمده من موسم لموسم لموسم، وما علينا الا نغير اللوك ونعطيه لوك الحياه يا اما الموسم الحالي بتجديد الاكسسوار. يعني الجاكيت اللي انا لبستها مثل ما شايفين فيني البسها بعده لوكات، فيني البسها بلوك رسمي، كمان فيني البسها بلوك كمان مور كاجوال، مثلا مع بنطلون جينز، مع تي شيرت، مع شورت جلد كمان، مع شورت ملي جينز، مع تنوره مثل ما انا لبستها. يعني اللوك اللي نحن بدنا اياه فينا نعتمدها بالجاكيت البايكر، وكمان لما بتجي كمان للبليزر كمان فينا نلبسهم بعده لوكس. وما ننسى كمان انه الجلد عم بيكون على عده الوان، من الجلد البني، من جلد الاحمر، من جلد الابيض، كل هدول الالوان هالسنه فينا نعتمدها وبنكون على اخر موضه، وفيهم يكونوا هالالوان الجاكيتات الجلد كلاسيكيه فيها تقطع من سنه لسنه. وهيك مع قصه الجلد نوصل لنهايه هاديا سينوس وورد وهي مجازين، واكيد مثل العاده فينا نتواصل سوا على كل السوشيال ميديا. مهني عنكم هالشاشه، باي باي. We'll be right back.